جميع انحاء العالم. كما عودناكم عن سلسله حلقات اللاعبين السعوديين، معنا النهارده اللاعب عبد المجيد الدوسري. عبد المجيد الدوسري لاعب كره قدم سعودي يلعب في نادي نجران حاليا، اسمه بالكامل عبد المجيد ابراهيم الدوسري، ولد 24 اكتوبر 1994 ميلاديا، عمره 28 سنه. مركز اللاعب صغير ايسر، وطوله 1.69 سنتي، وجنسيته سعودي، مع يلعب حاليا مع نادي نجران برقم 2، مسيرته الشبابيه مع نادي النصر. اشكركم اعزائي المشاهدين، واتمنى دايما ان تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل حصري عن اللاعبين السعوديين والدوليين، وايضا الانديه المحليه والدوليه والكره العالميه والمحليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.